بالنسبة لقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، حاليا في تطوير كبير بالنسبة للوائح كليات التربية، وحاليا في تطوير لكليات التربية اللي هي قبل الدراسات العليا، والدراسات العليا حاليا أيضا فيها تطوير. التطوير اللي احنا بنشوف في الفترة الحالية ازاي نعمل لائحة تغطي أو يعني تحقق الأهداف من المعلم اللي احنا عايزين خريج معلم ليه مواصفات مميزة. مركزين الفترة الحالية ايه هي المواصفات المعلم ديت، واحنا محتاجين ايه من المعلم على اساس يبقى مميز في مجال التدريس. فعلى سبيل المثال احنا محتاجين ان يكون في تفاعل ما بين الطالب والمعلم في داخل الفصل الدراسي. اذا هنا لابد من رقم واحد ان انا اختار الطالب المعلم لكليات التربية ليه مواصفات معينة. على سبيل المثال ان يكون مثلا يتسم مثلا بالاتزان الانفعالي، اذا انا هاكد على جزئيه ايه هي السمات الشخصيه المطلوبه في الطالب اللي هيلتحق بكليات التربيه. وايضا انا لما اخرج الطالب ده يبقى معلم، ايه برضو صفات المعلم ليه مواصفات معينه لا بفرر عند الخريج كليات التربيه، عشان نقدر في الاخر يبقى عندنا معلم مميز يساعد في تحقيق اهداف التعليم داخل المدارس التعليم المعلم. طبعا دي نقطه مهمه جدا، احنا مش هنشتغل فقط على اعداد المعلم داخل كليات التربيه، لا ايضا ان احنا بنهتم بتدريب المعلم، وفعلا في برامج تدريبيه دلوقتي بنركز ايه نقاط الضعف اللي هي موجوده في المدارس، وبنعملهم برامج تدريبيه بحيث تعالج النقاط الضعف اللي هي موجوده داخل مدارسنا في التعليم العام. في اهتمام كبير جدا ان احنا مش مركزين فقط على الجانب المعرفي او المعلومات اللي احنا بنزودها للطالب المعلم او للمعلم نفسه، لا احنا بنهتم بجميع جوانب الشخصية، سواء الجانب المعرفي او الجانب الادائي او المهاري والجانب الوجداني. وبنأكد برضو على غرس واكتساب القيم اللي برضو تفيد المعلم اثناء علاقته مع الطالب داخل الفصل. ان شاء الله يعني بشكل مبدئي كده احنا مركزين على النقطة ديت، ان احنا بنشوف مين افضل العناصر من خريجين كليات التربية، وهيبقى لهم هم ليهم الفرصة الاكبر ان شاء الله في تكليفهم. ودي يعني كفكرة لسه مبدئية ان شاء الله وهنشتغل عليها. بقينا نفكر دلوقتي ايه الموضوعات اللي محتاجها سوق العمل حاليا، بنركز عليها ونشوف ايه المشاكل الموجودة في سوق العمل ونركز ايضا عليها عشان تساعد في حل كثير من مشاكل التعليم العام. احنا مركزين برضو من ضمن التوصيات القطاع ان احنا بنطور في البرامج واللوائح، ايضا هنطور في مهارات اداء اعضاء التدريس داخل الجامعات. فاحنا هنعمل تطوير اللوائح، اذا هنا لابد يكون عضو هيئه التدريس ملم بايه او ايه المعايير تطوير اللوائح دي. فان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله اللي هي تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس هنركز ايضا على هذه المهارات ان هي يجب ان تتوفر في عضو هيئه التدريس. على سبيل المثال دلوقتي احنا عايزين ننمي المهارات الرقميه، فانا ازاي انمي المهارات الرقميه وانا محتاجه عضو هيئه تدريس لازم يكون عنده هذه المهارات، فلابد ان انا اعمل له برامج تدريبيه لهذه المهارات. فاحنا عندنا داخل جامعاتنا في مراكز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس، فدي توصيه من توصيات القطاع ان احنا في ضوء تطوير اللوائح والبرامج داخل كليات التربيه ايضا لابد من تطوير مهارات اعضاء هيئه التدريس ايضا داخل كليات التربيه. الجامعات التكنولوجيه هو توجه حديث في الدولة المصرية، وزي ما بقول الإنجليز بيتر ليت ذان نيفر، لأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. فالجامعات التكنولوجية تم إنشائها حديثا في مصر سنة 2019، تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، وسنة 2022 تم إضافة ست جامعات تكنولوجية أخرى. الهدف منها هي تخريج خريج يكون يواكب ويحقق احتياجات سوق العمل المصرية. جامعة هي احدى هذه الجامعات اللي بتلبي احتياجات سوق العمل المحلي، منها ثلاث برامج، فيها ثلاث برامج: برنامج التصنيع الغذائي، وبرنامج تكنولوجيا الغزل والنسيج، وبرنامج تكنولوجيا الملابس.
من اليوم الأول لإنشاء الجامعة تم التواصل مع أصحاب المصالح وأصحاب الشركات والمصانع لتحديد احتياجات سوق العمل، وبناء عليها تم وضع خطة لدراسة الفجوة ما بين البرامج أو ما بين المقررات الموجودة وما بين احتياجات سوق العمل، وتم عمل دراسة هذه الفجوة، وتم بالفعل إن احنا بدأنا الخريج إن هو يحقق احتياجات سوق العمل من خلال التعليم القائم على الجدارات. وللسادة المشاهدين، التعليم التكنولوجي مختلف كثيرا عن التعليم العادي، لان التعليم التكنولوجي بيكون قائم على الجدارات، والجدارة باختصار هي عبارة عن مزج ما بين المعرفة والمهارة والسلوك. وبالفعل الحمد لله جامعة سمنود بندرب الأعضاء التدريس والهيئة المعاونة وكل منسوبي الجامعات الحديثة ان هو يطبق الجدارات في التعليم، لان طبعا زي ما بنقول في جملة بتقال ان الجدارات اهم من الدرجات، لان من الممكن ان الطالب يكون حصل على درجات ولكنه ليس لديه الجدارة ويحقق الوظيفة المناسبة. فعلشان كده الجدارات ان بنحقق من ان الطالب بالفعل بيحقق كل الجدارات المطلوبة في التعليم التكنولوجي. الجامعات التكنولوجية نسبة العمل فيها 60% والمواد النظرية 40%، ومن ضمن شروط وفلسفة الجامعات التكنولوجية ان هي بتعقد شراكات مع المصانع المجاورة ومع الشركات المجاورة، علشان كده التدريب بيكون في الفيلد نفسه. التدريب الطالب بيكون يوم او يومين في الاسبوع في المصانع، بيشوف وبيمارس بنفسه وبيصين وبيفك وبيركب وبيتعلم وبيخطط وبيصمم كل ده في المصنع نفسه. المسار التعليم التكنولوجي اصبح مسار جديد بيكون فيه البكالوريوس، وممكن ان الخريج يحصل على الماجستير ويحصل على الدكتوراه، وبيكون الماجستير والدكتوراه بتكون ماجستير ودكتوراه مهنيه، وده بيحسن الصوره الذهنيه اللي كانت موجوده عن التعليم الفني والتعليم التكنولوجي سابقا. فعلشان كده ان الخريج او الملتحق بمثل هذا المسار من التعليم يقدر ان هو ياخد ماجستير وياخد دكتوراه، والابحاث اللي بتكون منشوره بتكون أبحاث تطبيقية لحل المشاكل القائمة في المصانع أو الشركات أو المؤسسات. معرض للطلبة لسه في سنة أولى قدروا إن هم يعملوا 120 طالب قدروا إن يعملوا ما لا يقل عن 70-80 فستان سواريه بجودة عالية، وكان بيشرفنا نيابة عن معالي الوزير التعليم العالي الدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، والدكتور الأستاذ أحمد الشيخ وكيل الوزارة ومحافظ الغربية ولجنة قطاع التعليم مجلس النواب، وأشادوا إشادة كبيرة جدا بالمعرض والمعروض من إنتاج الطلبة. وبالفعل إن كان التوجه إن احنا نبدأ نفكر في إن احنا نعمل براند باسم الجامعات التكنولوجية، بحيث إن احنا ما ننافسش السوق المحلي، لا إن احنا ننافس على السوق الدولي بإذن الله. الدكتور أيمن عاشور من الناس المشهور لها بالكفاءة، وبالفعل إن لم تخطط للنجاح فأنت تخطط للفشل. علشان كده الوزارة بدأت تحط الاستراتيجية وتخطط تخطيط دقيق وسليم للنهوض بالتعليم، وإن قال إن كل جامعة مش هيبقى فيها درجة أكاديمية فقط، ده كل جامعة لابد إن يكون فيها تمنح ثلاث درجات أو ثلاث تخصصات: البرنامج الدرجة الأكاديمية ومركز للإبداع ومركز للتوظيف، بحيث ان الطالب اثناء الدراسه يكون يقدر يحدد اتجاهه، هل هيروح للتوظيف ويدور على فرصته، وده هيكون في ويب سايت موجوده ان اي خريج يقدر يحدد هو هيشتغل في ايه اثناء فتره دراسته، وكذلك مركز للابداع والانوفيشن والكرييشن، بحيث ان النماذج اللي يكون عندها ابداع، لان الافكار احيانا ممكن ان هي تكون مصدر دخل كبير جدا للجامعه او للدوله بصفه عامه. طبعا يعني يسعدني جدا ان انا اتكلم عن الموضوع ده بالتحديد، لانه كانت رؤيه كانت واضحه من سنه 2018 الحقيقه من فخامه الرئيس، انه بتفعيل مشروع رفع كفاءه الطاقه بالجامعات المصريه طبعا لتحقيق الاستدامه. ان احنا طبعا بصدد مشاريع الخاصه بالكلايمت تشينج والجلوبال وورمنج والكلام ده كله، طبعا كان يهمنا جدا ان الطالب بتاعنا في الجامعات المصريه يحس بالكلام ده، ويتم فعلا تفعيل المشروع ده في الجامعه اللي هو بينتمي اليها. وبالتالي يعني المشروع ده ممول في الحقيقه من الحكومه المصريه بدعم من الحكومه الالمانيه،
والحقيقة أنا شرفت أن أنا أكون مديرة المشروع بقالي دلوقتي حوالي 3 سنين، وقدرنا أن احنا يعني نقوم بشوط كبير جدا في المجال ده، ووزعنا يعني الفند اللي كان موجود على الجامعات المصرية بالتساوي، بحيث أنها فعلا تنال كل أنحاء الجمهورية ويحس بها الطالب المصري في جميع أنحاء الجمهورية اللي في الجامعات الحكومية بالتحديد. لما ابتدينا في المشروع، المشروع عبارة عن 23 مليون يورو بدعم من الحكومة الألمانية، وطبعا الحكومة المصرية أخذت جزء منه كقرض وجزء منه كمنحة. المنحة هي عبارة عن دعم فني، وبوجود شركة استشارية هي اللي بتساعدنا في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، وبقية المبلغ كله هو عبارة عن أجهزة بنشتريها عشان نحسن بيها أداء الطاقة عندنا في الجامعات المصرية، بمعنى أن احنا بنشتري مثلا تكييفات بتعمل بطريقة موفرة للطاقة، لمبات موفرة للطاقة، حتى المواد البناء اللي هي بتبقى موجودة داخل الجامعات المصرية موفرة وفيها عملية عزل أحسن يعني للطاقة والحفاظ عليها. بالتحديد السنة اللي فاتت عملنا مشروع ان احنا يعني زي نعمل مسابقة للطلبة ان هم يتقدموا برؤيتهم للجامعات المصرية شكلها ايه، ويعني عرضنا نتيجة المسابقة دي في COP27 في شرم الشيخ، والحقيقة كان عندنا افكار جميلة جدا من الطلبة، وطبعا ده لمسناه ان هو اهتمام الطالب نفسه بعملية الاستدامة وتوفير الطاقة في الجامعة بتاعته. بالطبع يعني احنا عندنا مشاريع اللي هي بتاعت التخرج بتبقى موجودة كل سنة. المشاريع دي طبعا بيبقى على حسب المشرف، بيقدر ان هو يوجه الطالب لأحدث ما توصل إليه العلم في المجال ده. وعندنا كمان Center of Excellence موجود بتوفير الطاقة بالتحديد يعني في جامعة عين شمس، وده برضو ممول من الحكومة الأمريكية. فالحقيقة احنا عندنا شراكات كبيرة جدا مع الخارج بحيث ان احنا يساعدنا يعني على تنفيذ المشروع ده. التعليم هو اكسير الحياه، بقد ما هيكون الوعي لاهميه التعليم والاستفاده، مش كفايه انك خدت شهاده، المهم انك تقدر تستفيد بما تعلمت ويكون له بصمه في حياتك وحياه كل من هتتعامل معهم. النهارده المؤتمر نجح جدا، والرؤية التعليمية دايما في صورة أفضل وسكوب أوسع، والحقيقة أنا انبسطت من المؤتمر، وأعتقد أن يعني مصر ماشية دايما في الطريق اللي وصلنا لإيه أحسن حاجة ممكن نعملها ونقبل عليه. متهيألي ده ملخص المؤتمر النهاردة. المؤتمر ناجح قوي، اتكلموا في ارياس كتيرة مهمة كلها ومثمرة، واعتقد ان مؤتمر ممتع، و يعني بتمنى لهم كل التوفيق في ان تحقيق كل ما بيحلموا بيه. هم عندهم طموحات وتوقعات واحلام واسعة وكبيرة، إن شاء الله ينجحوا في تنفيذ كل ما هم بيفكروا فيه. شكراً للمؤتمر، شكراً للبرنامج، شكراً لكل حاجة حلوة شفتها النهاردة. طبعاً حقيقة الحمد لله كان مهم جداً إطلاق هذه الاستراتيجية، وكان حاجة مهمة جداً بالنسبة لنا إن إحنا إزاي بنربط ما بين سوق العمل مع الخريج بتاعنا. كان حاجة من الحاجات اللي احنا كنا بنفتقدها ان المهارات اللي يكتسبها الطالب علشان يبقى مناسب لسوق العمل. دايما كنا نلاقي مع الشركات مع البنوك مع المصانع سوق العمل عامة يقولك انت بخرج طالب عنده فعلا علم كتير قوي ولكن مش مكتسب هذه المهارات. فدلوقتي احنا لا بنروح لسوق العمل نشوف ايه المهارات المطلوبة، ابتدينا فعلا نوطنها جوه الجامعة، الحمد لله جامعة مشهورة بهذا وربطها. يعني مثلا أنا عندي جوب فير يوم 16 مارس جمع أكثر من 45 شركة علشان تعمل انترنشيبس وتعمل تدريب للولاد، ده كان حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة الثانية كمان إزاي أنا ما بربط ما بين البحث العلمي اللي أنا بطلعه باحتياجات سوق العمل. أنا بعمل بابليكيشنز عالية فعلا، أنا نمرة 26 على العالم في البابليكيشن، ولكن عندي ديفكت إزاي البابليكيشنز دي فعلا تبقى تنتقل إلى مخرج.
مخرج، يعني يبقى عندي هاي تي ار ال او تكنولوجي ريدنس ليبل في المنتج بتاعي. وده اللي عملناه النهارده بالاتفاقيات والتوقيع اللي عمله مع الوزير. الحاجه المهمه كمان الاخيره هي التدويل في التعليم. مصر دلوقتي احنا الحمد لله زدنا من اكتر من 50 جامعه ل 92 جامعه وعملنا شراكات. الشراكات دي بتفرق جامد جدا مع الدوله، بحيث ان انا فعلا بطلع خريج مناسب ليس فقط لسوق العمل المحلي ولكن المحلي والاقليمي والعالمي. طبعا كان حاجه مهمه جدا النهارده، اولا الاستراتيجيه اللي عرضها معالي الوزير الحمد لله مرتبطه، يعني وزاره التعليم العالي لما طلعت هذه الاستراتيجيه جامعه 100% على هذه الاستراتيجية، ودي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. كمان احنا بنفتخر بالأساتذة اللي موجودين عندنا. احنا عندنا جامعة عالمية فعلا من حيث المباني والإنفراستراكشر، ولكن ده ما كان مش هيبقى مهم او هتظهر جامعة الجلالة بدون وجود الأساتذة القادرين على تطبيق فعلا هذه الاستراتيجية. فاحنا فعلا نفتخر ان احنا عندنا مش بس أساتذة مصريين، لا عندنا أساتذة مصريين العاملين في الجامعات. بالنسبة للجامعات التكنولوجية هي كده كده بتخدم الرسالة اللي قالها معالي الوزير، ان احنا كده عندنا التدريبات وعندنا التعليم الأكاديمي. التعليم الأكاديمي هو نفسه يعني بناخد حوالي 50% من الكورسات أكاديمية و 50% من الكورسات مهنية بالتعاون مع الشركات. احنا طبعا الشركات عندنا في برج العرب فيها 40% من الصناعة اللي موجودة في اسكندرية، فبيبقى عندنا الطلاب بتتدرب في المصانع سواء وقت الدراسة أو في التدريب الصيفي، وفي عندنا برامج تكاملية موجودة بين الصناعة وبين الجامعات. نوعية الدكاترة اللي بتبقى موجودة عندنا كلها بتبقى خاصة بالحاجات التكنولوجية. يعني احنا عندنا في جامعة برج العرب كليتين رئيسيتين، تكنولوجيا العلوم الصحية، ودي بتشمل تكنولوجيا تركيبات الأسنان وصناعة الأدوية وتكنولوجيا التمريض والآي تي للمستشفيات، وكلية الصناعة والطاقة دي فيها اتنين برامج رئيسية، برامج هندسية وصناعية خاصة بصناعات الأغذية والجرارات وحاجات زراعية خاصة بالصناعات الأغذية، وبرامج هندسية خاصة بالسكة الحديد والتكنولوجيا الآي تي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي زي ما حضرتك عارفة، ودي حديث الساعة. وكمان عندنا برنامج اللي هو خاص بالسكة الحديد والآي تي. هي الجامعات التكنولوجية كلها ما رحناش في الأماكن التقليدية، ولكن رحنا في الأماكن الصناعية. فجامعة برج العرب موجودة في المنطقة الصناعية في برج العرب الجديدة، وحواليها 40% من الصناعات ما بين صناعات أغذية وصناعات أدوية وشركات أدوية، وبرضو عندنا تعاون مع المستشفيات اللي موجودة في برج العرب. حتى الجامعات التقليدية ابتدت تنقل مستشفياتها تبقى موجودة في منطقة برج العرب. عندنا الجامعة اليابانية التكنولوجية في برج العرب، عندنا مدينة الأبحاث العلمية، بنعمل تكامل بيننا وبين جميع الجامعات اللي موجودة في برج العرب. تقنية يعني الرقمنة فرضت نفسها علينا من منذ ظهور بقى الجائحة، اضطرينا كلنا ان احنا نعتمد على التقنية، البنية التحتية تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى آخره، لأن إحنا العالم كله دلوقتي بيركز على الاستدامة، والاستدامة بتتطلب أن أي مؤسسة أو أي جامعة أو أي مجتمع لازم يتحول للأخضر، يعني لازم يبقى جرين كوميونيتي، جرين الفلسفة تبقى محافظة على البيئة والاستدامة لأقصى درجة ممكنة، وده اللي احنا بنسعى إليه. يعني احنا في الجامعة عندنا كل حاجة كمبيوترايزد، كل حاجة ما فيش استخدام الورق الحد الأدنى، على أساس ان احنا بنحاول ان احنا نحافظ على البيئة حتى في أبسط الحاجات. الحقيقة النهاردة يعني لما سيادة الوزير عرض الاستراتيجية وركز على محاور معينة، ان يكون في نوع من انواع التكامل بين الشق الاكاديمي والشق المهني، وده اللي احنا بنركز عليه في الجامعة، لان احنا بنعد خريج مؤهل لسوق العمل، لان الخريج اسلوب تعليمه ومعلوماته بتعتمد على الماضي او غير مواكبة للعصر، اما يتخرج مش هيقدر يلاقي وظيفة مناسبة، خاصة ان احنا بنتكلم على مجتمع دلوقتي جامعات الجيل الرابع وداخلين على الجيل الخامس الى اخره. احنا طبعا بالنسبة كأي جامعة عندنا اختبارات قبول للطالب، سواء اختبارات لغة، اختبارات قدرات، اختبارات سيكولوجية، زائد المجموع طبعا والى اخره. بالنسبة للأساتذة احنا بنحاول نختار الأفضل، يعني احنا عندنا احنا مبتدين في مصر من سنة 98، عندنا دلوقتي ما يزيد عن 8000 خريج في برامج الدراسات العليا، ماجستير إدارة أعمال، دكتوراه إدارة أعمال، دبلومات إلى آخره، وحاليا خرجنا أول دفعة من بكالوريوس إدارة الأعمال 3 سنين، احنا بكالوريوس 3 سنين طبقا لاتفاقية بولونيا،
بنقدم تخصصات مثلا في كلية إدارة الأعمال منفردة، أعتقد أنها منفردة، عندنا إدارة الرياضة، إدارة الذكاء، ذكاء الأعمال، إدارة العلامات التجارية الفاخرة، كل دي تعتبر حاجات مطلوبة في سوق العمل، في فجوات بنحاول إن احنا نمليها.